السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي الطلبة، إضافة إلى كيفية قياس الزوايا باستعمال الآلة الحاسبة أو استعمال النسب المثلثية وهو درسنا السابق، سوف أريكم اليوم كيفية استعمال المنقلة لقياس أقياس الزوايا، لأن الكثير من الطلبة لا يحسن الاستعمال الدقيق للمنقلة. لاحظوا معي في هذا المثال، نبدأ هنا. لدينا هذه الزاوية، نركز المنقلة على متوسط المنقلة على رأس الزاوية، ثم نركز النقطة الصفر على أحد أضلاع الزاوية ونقرأ التدريجة. مثلا هنا التدريجة هي 171. الآن لدينا زاوية أخرى، نأتي بالمنقلة ونركز متوسط المنقلة على رأس الزاوية، ثم نركز نقطة الصفر على الضلع الأول للزاوية ونقيس التدريجة. مثلا هنا عندنا التدريجة 40 كما نلاحظ هنا. نعم، نلاحظ التدريجة 40 درجة. نفس الشيء بالنسبة لهذه الزاوية، نركز المتوسط على رأس الزاوية ونركز تدريج صفر للمنقلة على الضلع الأول للزاوية. نعم، نركز التدريج الصفر على الضلع الأول للزاوية ونقيس التدريجة الأخيرة على الضلع الأخير للزاوية، ينطبق على التدريجة 169. إذن التدريجة 169، إذن قيس الزاوية هو 169. لدينا زاوية أخرى، نفس الشيء، نركز متوسط المنقلة على رأس الزاوية ثم نطبق تدريج الصفر على الضلع الأول للزاوية ونلاحظ التدريج على الضلع الثاني. نعم، هكذا. ثم نقرأ التدريج 70 درجة على الضلع الثاني.